مليئه نساء النجوم او نور وضح القمر طيره غدا بجو الهيام جو الهيام ولا دعيته ملك و عز المنطير غدا وانا لاهب نظر مضى سد الجناح ثم حام يرقى على متن الهوى يزفه بعيد وانا محدود في حد النظر شبت ضوي في الظلام في صحصح الذباح عوى مليئة نساء النجوم او نور وضح القمر نرفع التون شوي ارفع سد الجناح ثم حام يرقى على متن الهوى يزفه بعيد وانا محدود في حد النظر شبيت ضوي في الظلام في صحصح الذباح هوى مليئة نساء النجوم او نور وضح القمر مسكين ها قلبي ايش لا وش بقال وش وش ايش كانت ذيك حق طيرة غدا لو تخليت لو تخليت لو تخليت وش لي بالحياة ارتجي لو تخليت وش لي بالحياة ارتجي لو تخليت ما انك خفوقت خلا لو تخليت ما انك خفوقت خلا انت جرحه وفرحه وانت كل ما ينتني انت جرحه وفرحه وانت ما ينتني وما المظنون عيني بوسط قلبي محله وما المظنون عيني بوسط قلبي محله يا هناه عذابه كيف تقسى عليه 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 يا لا 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 هذه حقت طيب الخط بارك الله فيك ومطر ولو من طيبة وباركنا حاجة هنا يا وين طلع الشيكات ذي اللي كل شيء طلعها ولا أدري وش من كثر ما لا 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 وهنيك من كان محريا بالخير يا مزن النشاء لا دعاني الشوق الله الله يا ايه هذا تعرف هذه يمدور هين يمدور الهين يمدور الهين ترى الكاين نزل التور شوي علي مرة عليك انت لا ايه علي انا يمدور الهين ترى يمدور الهين ترى الكايد احلى مش عريقة حتى لو ما تسمع ايقاع انت لا بس هذا لحنها انت تقول يا مداور الهي عشان ما تقول زي الدنيا ما خد راحتنا فيها يعني لا انت مشي على الزمن زمن مدور الهي ترى الكايدة جوك مسلحين وسان مغني كايدات الطروقي وسان مغني كايدات الطروقي شو وضعك كيف يا مدور الهي ترى
كان وينك يا فيصل؟ يا مدور الهين ترى الكايدة حلا وسلم غني كايدة الطرق وسلم غني كايدة الطرق الزين غالي لكن الأزين أغلى والكل شراين بضاعه وسوقي والكل شراين بضاعه وسوقي النوع عالي والسماء فوقها على يا مدور الهين لازم كذا ترى الكايدة حلا وسلم غني كايدة الطرق وسلم غني كايدة الطرق بالله يعادل ست الجناح العيون فيصل ست الجناح ثم حاب يرقى على متن الهوى يزفه بعيد وانا محدود في حد النظر شب الضوي في الظلام في صحصح الذباح عوى مالي أنيس إلا النجوم أو نور وضح القمر يقول ست الجراحة ثم حاب ست الجراحة ثم حاب يا أخي عقل لي مش كاتبنا بس انا حافظه ايش يقول محمود ايه يقول صلى الصلاه بوقتها يحمر العين صلى الصلاه بوقتها صلى الصلاه بوقتها يحمر العين ان كان تبغى يزين يا اخوك حالك ما يضيق لك خاطر ولا تشكي الدين وتعيش بين الناس مرتاح بالك ويقول لا تشتكي محد على جرحك بحاس لا لصاحبك تشكي ولا للقريب يغنيك رب الناس عن كل هالناس اذا دعيت بقلب صافي وطيب الله يقول يقول اعوذ بالله حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا احد يدرى خواطرنا مع السلامه وجعلك يرغضي سالم مشاعرك ما هي اغلى من مشاعرنا الله الله كفو كفو عيد هلي الاخير خشمك من بي حنا تعبنا نداري خطر العالم شوف لها لحن حنا تعبنا نداري وش خطر العالم ولا لقينا حد يدرى اصبر حنا تعبنا نداري خطر العالم حنا تعبنا نداري خطر العالم لا ما ما فرش الصبا لقينا حد يدرى لا خشف حنا انت كيف كتبتها ايش حنا ايوه لحن سريع حنا تعبنا نداري خطر العالم حنا لقينا احدا يدرى خواطرنا حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا احدا يدرى خواطرنا لا لا اي خلاص اللحن سريع السلام وجعلك يا الغضي احنا تعبنا نداري خطر العالم بدهي تعبنا نداري خطر العالم حنا تعبنا نداري خطر العالم حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا حد يدرى خواطرنا بس ولا لقينا حد يقرا 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 حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا حدا يدرى خواطرنا حنا تعبنا نداري مع السلامة وجع لك الغضي سالم سالم ايوه مشاعرك ما هي اغلى من مشاعرنا مشاعرك مع السلامة وجعلك يا الغضي سالم مع السلامة مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا يلا حبيبي يا خلني بس بقرا الابيات خلني اشوف ازعجنا والحين جبت بقرا يقلم صح نسيت تفضل حبيبي يقول تسمح لي غطوي 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 غط
ولا لقينا احد يدرى خواطرنا. مع السلامه وجع لك بالايش؟ اصبر. مع السلامه وجع لك بالايش؟ يا الغضي سالم، يا الغضي سالم، مشاعرك ما هي اغلى من مشاعرنا. يلا شوف، انا بقول حنا. لا لا قول زي ما انت مالك. حنا تعبنا نداري خطر العالم، ولا لقينا يدرى خواطرنا. حنا تعبنا نداري خطر العالم، ولا لقينا حد يدرى خواطرنا. مع السلامة وجع لك بالغضب. دقيقة. مع السلامة وجع لك يا الغضي سالم، مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا. مع السلامة وجع لك يا الغضي سالم، مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا. حنا تعبنا داري خطر العالم، ولا لقينا حد يدرى خواطرنا. مع السلامة وجع لك يا الغافي سالم، مشاعرك ما لحنك كذا قال لحنك. ايه يلا لحنك يقول حنا تعبنا نداري خطر العالم، ولا لقينا حد يدرى خواطرنا. مع السلامة وجع لك يا الغضي سالم، مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا. توكل على الله. الله كملها عليك. ولا والله العظيم حلوه. الله يسعدك. خلينا نشوف انك يلا لحظه سعد. لا 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 والله كلماتك زينه، بس خلي بس عليها، بس اقطع شوي فيها ومن اشوف. حنا تعبنا نداري خطر العالم. اي عارفين انه معروف جابوا سعد. انا اي معروف، بس عجبني. انا انت عارف اني ما اجيب شيء تقليدي. والله انك انا اللي سعد دائما يجيب اشياء تقليديه. لا لا انا عجبني اللحن وقلته، انا اقدر اجيب اشياء تقليديه. يلا هذا اللي بديت فيه السد، انا جالس احاول ابدع لكن انت حجرت ابداعك. لا بس ايش هي كلامي الان ياك حيلا. سيت داون يا سيد سيد سعد. حنا تعبنا نداري خطار العالم. ايوه جايب الالحان كلاسيكيه تقليديه. انتوا تحاربون الناجح صح؟ شوف شوف هذا السعد، شوف كيف يعطيك الناريه. لا 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 ما حنا بس مو مره. حنا تعبنا ياسر الدوسري. انا قاعد اسولف مع الشيخ سعد. لا زودها الرجاء خاص مقعدك الخاص. سعد انت تحاول انك تاخذ اشياء جاهزه. اي لا تحاول انك شو اسمه تستحدث. زي يعني انتوا تعدون تعطوني شيء جاهز عشان انا ادي صح؟ بالضبط. لا يعني انت تحاول تجيب اشياء عندك جاهزه من قبل عادي. وشي وشي ايوه بالله يسد داون هناك الله يخليك، عشان الابداع ما يقل هنا. يعني انا اقلل الابداع، انا اكل الابداع عرفت؟ انت من بعد الابداع يا ابو. حنا تعبنا نداري خطر العالم، ولا لقينا حد يدرى خواطرنا. مع السلامة وجيلك يا بالغضي. ها بالغضي سامي. بالغضي سامي. مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا. هذه سامرية بتكون من مثل حقة ال. جعل صوتك ما ينقطع. تبغى سامري ولا وش تبغى؟ دوسري. تبي نقازي؟ أنا ربطها. أبغى دوسري. كم سرعة الإيقاع تبغى؟ وين الكلمات؟ وين الأجيال؟ أسمع، وش بدايتها؟ وش بدايتها يا سعد؟ سعد وش بدايتها؟
هذه 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 سريعه شوي. تعبنا ندار لا 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 اتمنى قست لها النقزه. يقول حنا حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا حدا يدرى خواطرنا. مع السلامة وجعلك يا الغاضي سالم مشاعرك ما هي أغلى من مشاعر. حنا تعبنا نداري خطر العالم. يقول حنا تعبنا نداري خطر العالم. لا لا ولا ايش ولا لقينا نزر التون يا سعد نزر التون ذبحته. لا هذا بيت مو بشطر. بالعكس انت ما يذبحك انت تقدر ترقع. لا هو اعلى مني. لا ايه انت قرارك يا جواب. لا 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 هو اعلى مني مره. شوف طيب. شوف صوتك. حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا تعبنا حدا. تسمح لي يا اسرع تسمح لي. لا والله جلس طالب. لا يعني فوق بعدين ترجع تجلس عشان اضبط الايقاع لاني ما اقدر اضبطه وانا جالس. بضبطه يقول اضبط الايقاع. بضبط حضبط. حنا تعبنا نداري خطر العالم هطلعني لقينا حدا يدرى خواطرنا. مع السلامه عشان لحظه فيصل. مع السلامه واجعلك يا الغضي سالم مشاعرك يا غلا من مشاعرنا. حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا تعبنا حدا يدرى خواطرنا. لا لا سلانا نجعلك يا الغضي سالم مشاعرك ما هي مع السلامة وجعلك يا الغفي سالم. لا 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 أخي لا تحوس يا مو كذا مو كذا لا تجيبها غنائية. تجيبها غنائية غنائية بحتة. هو إذا شلة أنت تجيبها كذا إنشاد. حنا تعبنا نداري خطر لا ما هي زيد راسي أنا أتكلم عن الصوت. يعطيك الجو هو الجو اللي يقصد أعطيك بصفة المبالغة طبعاً. إيه. أنت قلل شوي. حنا تعبنا نداري خطر العالم. لا يبغى لك تثقل زيادة. تثقل زيادة. نلغى في سائل قدر. لا 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 روحنا. إي هذا الثانية. هو أنت نزلت مع المركز الحين. لا رقيت فوق المركز. اسمع هو ايش كشيله يعني ما يبغى لا يعرف ما يبغى لا يتكلم. انا ايقاع مش كل شيء. تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا حدا يدرى خواطرنا. مع السلامة واجعلك يا الغضي سالم مشاعرك كذا احسن. ايوه اي بدو. اما عطني لي الاوراق اللي عندك لانه فيصل ترى يزعل ترى اذا احد قالها كذا. اذا قالها كذا حنا تعبنا فهمتني اوكي وايد ضايق فيصل. هو يحب صوت الخشن. لا مو قصد خشن. هو ما يبغى عرب. ما يبغى عرب ودلع زياده. اصوات خشن مش خشن. جميل ايوه شفت الايد مش خشن كلمنا خشن. عطني ورقه عطني ورقه عطني ورقه ورقه. اي هذه الكلمات هي هذه. حنا نداري حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا حد يدري خواطرنا. مع السلامة وجالك يا الغضي سالم مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا. كيف؟ هذه ما تعتبر تغني؟ لا بس فيها طرب. فهمت؟ حنا تعبنا نداري خطر العالم ولا لقينا حد يدري خواطرنا. مع السلامة وجالك يا الغضي سالم مشاعرك ما هي أغلى من مشاعرنا. جنوبية ذي تعبنا ولا ريح طر العالم يعطي قاعدة
يلا بدا بدا هذا رايح ايقاع رايح يلا يلا انا اعترف لكم اعتراف يعني انا متذوق في الشيلات الالحان الالحان الشيلات الحان بس يعني الرايقه لا كشيلات اي هي طبعا اقول متذوق في الحان الشيلات بس ما اعرف الحن شيلات اي يعني قليل ما اعرف بس اني اعرف الكويس اللي مو كويس بس في النشيد انا اشوفني متمكن اكثر انا ما سمعتك نفسي في النشيد والفصحى ما سمعتني اقول لك ترى راح تنسحب يعني تدريجي يعني انا انسحب تدريجي انا انسحب تدريجي والله شوف انا انسحب اذا لقيت من هو كفو للمكان انسحب تكتيكي بقى مو تدريجي وانا ارى فيك ذلك لا لني اخذ احد مكانك استاذ السرور انت مبدع ورائع جدا ويا اللي تمشي اللي تمشي اشر لي بالمنديل يا ها خمسه مخرج عندنا مخرج هنا اللي تمشي ومسوي نفسك ما تعبرني مو بيمنع مو بجايشان الا الا والله الا والله تشوف الحين اذا ما شطفك شوف يا اخي اذا شفت استغفر الله العظيم اتذكر الموت لا اله الا الله استغفر الله العظيم بس الكلب تعبان مره في مشكله يا اخوي او شكل في فقر دم او زي كذا يقول كثر اللي فقر دم من هو اللي انت هو تعبان احس شكله يا اخي اقول لك ايش فيك انت من هو الرجال ذا اقول يا اخي انت هذا يجينا دائما اخر الليل ابدا التاريخ هو دوام اخر الليل وخش علينا اخر الليل شفته الفجر هو شفته غريب طريقته اي احس تعبان الرجال كم تاريخ اليوم؟ تاريخ اليوم ما تلاحظ تجري اللي الان حنا فيه 10 6 القمر شوف القمر ما شاء الله تبارك الله سطرك حلال وصل الباص اركب قمش الرعب قمش الله يا ولدي حق قطار قصص هذا الغابوري كان ياتينا في اخر الليل ويدخل علينا ونحن خائفين صوت خر هذا اي والله يا الضحكة اضحك صغيرة اضحك تسمع تسمع طلع صوت غريب كانت تسجل بالماكرو من لا ونس ماكرو والله ولا عشان بزبز خلاص تعودت عليه يا اخي مشكلة ونس طلع في صوت حنا تعبنا من دار خطر ما بيطلع في الماء لا كيف تكسر يا كابتن كيف؟ كذا كسرت البيت لا قاعد من اللحن على طول نعرف انك كسرت والله انك كسرت بدل قعدت شعبتكم لحن وكلكم سحبتوا على لحنكم اي لحنه كنت حلو عطنا حد اعطيك حد ثاني اعطيك لحن حجازي خرب الحين مزمار اللي يموت الحين فيصل شوي شوي على هذا يا اخي وش بك يا ولد؟ ما ادري ايش براك انت على القمقم يقول لك الخيل من خيالها والنار من شبابها من شبابها كفو يا ابو حمود انت قاعد تمدح عمرك ايش قاعد تمدح عمرك ما من حقه والله وين المدح لحظه وين المدح اللي صار خير من حلو شب نار من شبابها طيب هذا معروف مثل معروف يعني مو بشرط اني لا قلت انا يعني انا سني شيخ بس اقر اقر بغض النظر عن شاب ولا مو شاب انا اقول لك طيب وين الخيل عشان يصير الموضوع فيه تخلي انا وين الخيل انا اسالك انا شفت يعني انت استعجلت الخيل استعجلت طال النار بس خربني وش سويت انا الله يعديك يا سرور ليه وش سويت ما ادري عنه يقول انت خربت يقول انت خربت صح يا زين الله يسعدك والله اني ماشي الحين مين باقي من مجموعتنا صالح وصالح يا رجال لا تقول لي ما في سيناريو ولا شيء كله الغوها كلها للجميع لا يا رجال ايوه اقول خلنا اذا جهزت القهوه الحين بكره وجهز براد الشاي بعد الجمعه وبعدها براد يقول لك ضحى بواحد وتأذى الحين شباب اصغر واحد هنا من لا يطول غيابك يلا نسمع اللحن عطني ايقاع رايح رايح تبغى نعطيكم لحن مكسور ايوه قل تعبنا ندار خطر تراك تجيب الحان معروفه مره 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 يعني طيب عطني لحن هذا انهم اللي انت بديت فيه هذا حنا تعبنا عن داري لا 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 تفضل يا شيخ لا 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 صراحة أنا أقول لكم حاجة من الأشخاص اللي أشوفهم متمكنين ما شاء الله في إتقان الألحان وحفظه وكذا محمود صراحة هذا مهندس شايفه يا كابتن خلاص دام تسوي ست مرات معلومة يا أستاذ سرور حسبتك أستاذ سرور معلومة هو قبل الشاي الله يسلمك محمود استاذ سرور والله بس سعد مقند راسك يا ابو خالد يا مرحبا والله ارحب يا اخي هذا اللي شرى الفروه انسان جدا عزيز علي الله يعزك ويعزه واضحه وصريحه والله الله يعزه اي والله انا كنت اعرفه ترى استاذ سرور كنت عارفه اي والحين صرت اعرفه زياده ايش في ما في سؤال
ما يدري ما يدري شكوره بالحكي صح؟ ترى زعلت لا لا والله شكوره مسكين الله سرور اشكرك على اطرائك شنو معلومه يعني احب اقول لك اني انا ترى مهندس صوت من 3 سنوات واضح واضح انا اقول لك عشان وهذا انا متاكد انه احد الاسباب اللي طورتني لا لا اللي خلتك انت متمكن في وتعودت اني ادقق على تعود المؤدي بجنبي لما يسجل عندي احد تلقاني ادقق عليه ادقق في النزلات الطلعات العرب كذا 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 عشان كذا لو تلاحظ يمكن احنا عند ذاك اليوم برا خلاص عارف وش عنده وش ما عنده وش يبغى وش ما يبغى. طيب تجيب معك مويه شرب دقائق معدوده لا للوصايا لا للطلبات لا للاشياء طالبات لا لابو سرحد طالبات اسمع قط قط مويه قطين مويه الله يقطع شيطانك يا كابتن حليبه هذا منكوس اسمه منكوس في حليب الحدوسري تصير حليب اعطيك اياه ابليس خرجتني هذه لا وزنيه انا حاطه وزنيه تحت ما تكب القهوه قهوه يجي يجي جيب معك مويه قهوه لا الف لقيتها قالت كب القهوه والله سرور يعني هذا اسم الله عدوك قاعد تسوي شيء جميل الله يطول لي عمرك ويشرف الله يرفع قدره وقدرك وما نشوف اللي يسوي الا رجال رجال شرواك شرواك طيب طال عمرك لازم تعطي الشباب بعض الشباب دروس في اول شيء خلي هي اسمها القهوه ايه كذا تنطق لا على حسب اول قهوه القهوه اي القهوه او القهوه إيه؟ اما القهوه لا جديده هذا البدايه انت هذا قاعد يحاول يحارب الناجحين اي يقال لها قهوه عرفت ما تور رحت حسبت تجهز يوم جيت لقيت كراميه يا ابو ما رميت شيء هلا هذه لقيتها على المجله المرميه محتفظ على الربعي والله يا رجال ما عاد في فزع طار تطير بيزاد لكن تسوي معي لكن ابشر يا ابو يا بلاي لا حتى الدرجه كامله اقول لك يقول اللي يبادر يستفيد فريق لا صدق شو اسمه كله بشوف ما رد عليه شو اسمه الفريق كله بشوف ما ادري لا ما معطيكم السرور كرت العامل متى المؤتمر قبل اطلع برايم اوريك ما لنا دخل ما لكم دخل اوريك عبد الله من جيبان وشو وشو؟ حلو انت الحين الصوت اللي قبل شوي طلع من كان؟ والله يبخطي لا منك انت ايش واحسبه؟ استغربت والله تضحك وما تدري الله يا الدنيا الله يا الدنيا تضحك وما تدري من اللي يضحك يعني ما شاء الله شوف منشد تجيب لي جواب ثاني حافظ القران الله يكمله يا رب بس اسمع لي وش يكمل ايش؟ صح حافظ القران وراعي كلمات ويطلع في كذا مكان انا صار فكاهي صار فكاهي وينكت الله اكبر يا ناس هل ادمي هذا ظاهره انت شفت روح الكوميديا شفت روح الكوميديا انا دقيقه انا ما بكلمك انت كلمه هو بس ايش قاعد طالعني عندي في مشكله ببادي لانجوج ايوه انا شفتك تسولف مع واحد وترجع وتروح وترجع في مشكله علق عرفت لما تخرب البطاريه يا حمد بدل البطاريه عشان تشك 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 لا نزلها واحد ينتهي قبل شوي انا كنت عندك اليوم انا البطاريات اللي معي ثانيه ثلاثه اعطوني شو اسمه شو قاعد اقول والله جابوا لي شو اسمه انا عجبتني روح الكوميديا فيك يوم في الكونفشن روم مع صالح القحطاني انا؟ ايه اقتنعت انك فعلا كوميدي انا محمود انا كوميدي لا ما هو كوميدي والله انا كنت افضل انك مسجل ستاند اب كوميدي قبل لا تجي هنا في برنامج حياتك تكون لك نقطة نجاح والله شهادة اعتز فيها الله يعزك بثاني سفير ياخذ يعني وصاحب الصوت الشجي ويشهد لي هذه الشهادة فابشر بعزك باذن الله يعني بروح لهذولا اللي يسوون ستاند اب كوميدي انا بحضر ان شاء الله من اول الحاضرين شوف ايه؟ حبيبي هذه حقيقة صدق هذه اقراها ايه؟ في ناس اشو حسب قطة لا ايه كويس في ناس تبارك الرحمن الله تذكرها يا حلو المدح لك انت في ناس تبارك الرحمن تبارك الرحمن مثل ليوناردو دافنشي مبدع في اكثر من مجال يا اكل حمد الله يجزاك هذا واحد اثنين دورة اليوم شنو قال لنا الابداع عادة ايه يعني شيء ممكن مكتسب صح فتبارك الرحمن يمكن من اثناء طفولته ابوه علمه شلون يكتسب عادة الابداع ايه فمبدع في صوته في كلامه في انشاده فكاهته للقران فكاهته
عادي ما في مشكلة. اي ما كل شيء اقول لك زود يا اخي لا تنساها قدام حطها منك يا كوميدي. شلون مكتسبها منك ايها الكوميدي الساحر بي والله وجهك فبس هذا هو فتبارك الله. انا ما ادري ما ادري ايش اعجب في الكلام اللي قاعد تقوله ولا في طريقتك الكلام ما ادري ايش انت شنو لا انا بشر نفسك مو نازل من فوق لا تحب والله شكلك نازل من فوق ما ندري سبحان الله وافق شنو انطبق لا اله الا الله الحمد لله اول واحد فعلا بعض الاحيان حمد ما شاء الله تبارك الله يمدح نفسه حمد يمدح نفسه اول مره اشوف شخص مو كويس يمدح نفسه لا معك مني معك منه لا مو علي منها خليني اكمل اول مره دقيقه تمر مواقف اشوف حمد يمدح نفسه وفعلا اقول انه فعلا يعني يمدح نفسه وهو عارف يعني مثل اللي يقول انا صوتي زين هو فعلا صوتي زين فهمت بس محمد. بعض الناس انا خالفه يعني ليش مدح نفسك لكن حمد بالعكس اذا مدح نفسه يعني انا اعزز له بعد اقول مدح زياده لا لا قليها انت كذا لا تغلط لا انا كنت قاعد ما ادري اللي يقوله كلام صح ولا مو لا لا صح ما دام عني صح من زين يا اخي كيف فيني لا شفت اتذكر ابوك ابوك مره واحده ابوك احلى ما شاء الله عليك والله العظيم كل ما شفت اتذكر ابوك صالح صالح القحطاني وين هو جوا الله يطول عمرك بالله ينادي صالح القحطاني وصالح الفرحان وتعال معهم انت ما اعرف يعني ايش قصدك لان سبسد شنو مرات طوله بعد ايش قصدك عليك يقول شوف هذا الكويتي مهتم بالتاريخ ابوي يحب التاريخ مهتم بالتاريخ لا الزمه الله يطول عمرك لا ابوك يستاهل انه يكون يعني قدوه لعياله عرفت في بعض الاباء اذا سولف ودك ما يسولف اي والله صدقت بس لا انا كبين الحمد لله بالضبط الله قال ابو عبد الله اخي جدك الله يرزقك يا حبيبي يا جدي جدي دمته هنا لو تقول له السلام عليكم يقول وعليكم السلام يا حبيبي قلبه طيب قلبه طيب الله يطول عمره الطاعة سبحان الله الحمد لله لا اله الا انت استغفر اعوذ بالله من الغيبه اي والله صدقت اي والله انك صادق اعوذ بالله من الغيبه تحتين استغفر الله استغفر الله العظيم واقول اعوذ بالله فعلا من الغيبه طيب انا ما سبيتك قلت سالتك تحتين اضحك يا اخي يعني صار يضحك بكاء يا اخي ذابحتك الكوميديا لا 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 عليك مشكله الله ايش كلام نسولف عن جده جده النعم والله والله يرحمه هو مسكين على قولتك ضارب الفيوز عنده قاعدين نذكر جدي بالخير يقول اعوذ بالله من الغيبه ايش رايك هي ايش الله يسعد مشكله انه محامي لسانه عطل راح يقدر عليه يقول احكرك بالقانون ما تسوي ولا شيء ما يحتاج احكر بالقانون على راس بطحه تحسس عليها صحيح والله انا لا حكيت ولا التفت له ولا قلت سعد المحامي المفروض ما يعصب بسرعه صح هذا من اول ما اتكلم يعصب ترى لا انت خاف من ولا انا ما اعصب ويحاول يرفع صوته يحاول ياخذ كذا لانه انا اللي اعصب صوتي جهوري صوت الرجال ولا تقول له دقيقه وش تتكلم عنه هذه اسكت عنها صوت غراب ما يحتاج الا بالاصوات وش صار يعني عيد 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 صوت غراب صوت غراب تفضل على ايش تناقشوا بس على القرار والجواب تناقش عن القرار والجواب الجواب ايوه افضل القرار والجواب بايبنا جواب الجواب كل 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 طبقه لها جوها ايوه اكيد هذا الخلاصه تقعد تفلسف علينا قال انك تبخص بالدنيا مخرج هذا المهندس لا هي كل طبقه لها جوها لا 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 ما قلت شيء تو تعترض علي لا بس سؤال يعني سؤال لا تقعد سؤال مسال مستمع جيد ويمك المستمع الكبير ابو حمود نعم ما شاء الله الجولدن فويسز الاصوات الذهبيه تنقال حق منو اللي زي صوت أسمع. هذا هو القراص سرور سرور وسعد لا 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 استشهادات جولدن ليوناردو دافنشي وجولدن شو اسمه جولدن هو يا شيخ سرور لما مثلا يقرا قصيده ليه مع احساس تعيش جو معين يعني انه هو عباها جو عرفت وطبعا انا جالس مرات اتخيل يعني كيف لو سرور مذيع في اذاعه وانا لو انا في السياره وسمعت صوته وهو يتكلم يمكن ترد السيارة كذا لا تلقاني أوقف لأن الصوت يجذبك تبارك الله عرفت تبارك ولو أنا سمعت صوت يحرجك يا سمعت صوت أنا أشوفك لك ساعة تفر لأني بلشت فيها والله لا بس لو أنا في إذاعة الراديو سمعت أنت قاعد هني ما دريت بالمصيبة اللي صارت يعني تقنعني يا محمود لو أنك حمد مثلا أيوه إحنا هو أنا وياك يم بعض وها هم الآن أصبر أصبر شو ما دريت أنا قوي سمعت صوت حمد نقاش أيوه يجذبني في نقاش توقف نقاش. السيارة يجذبني ليه؟ توقف السيارة لأنه صوته مو مؤذي للإذن وقت النقاش صحيح حلو؟ لكن
بما اني انا مهندس صوت صراحه ولي يمكن 5 سنوات مهندس صوت. يا رب ما يقرب صوبي يا رب. اذني اذني في بعض الناس مو في المنتج يعني ما سمعت النوعية الصوت دي ما سمعتها في المنتج اللي يزعجك لو يقول لي السلام عليكم اذني تجعني جزاكم الله بالخير اذني تجعني خلاص صفر يا رجال بكره صفر صفر بكره الذيب عن طاري صفر بكره منا مكنسلين عندنا الحين عندنا بروفا كلاكيت معليش يا استاذ منصور استاذ احمد عندنا عندنا نقاش كلاكيت سعد سعد مش ما تتكلم شمت انا اقول عندنا نقاش عندنا بروفا كلاكيت قاعدين نبدا خليك ما تطيق القعده وانت قاعد لا ترى توني لحين ما كملت سلامي لا تظهر الشماته لاخيك فينفع الله ناقصين كومبارس تجون كومبارس سمعت سعد خلاص احترم المجلس واحترم لحم محمد سلامي بما انك احنا فريق واحد احنا فريق واحد صراحه لا ينبغي لا ينبغي عليك كشخص متزن وحافظ لكتاب الله انك تستهزئ او انك انا ما استهزأت ان عندنا الحين بروفا والله يديهم جايين لا 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 تعرف نظام السفر خليك بروفا والله احنا جالسين مجلس شو من اللي موجود فريقك بروفا كل الشباب انت حمد انت معنا صح طيب يعني نصائح. هو جاي يساعدكم ولا يا سعد يا سعد يا سعد الكرثب منصور قول لنا هذا الاول مره على التوالي يعطينا نصائح انا اسمح احمد منصور احمد داخلين وحنا طالعين انا المجلس والله علشان منصور احمد فوق روسنا لكن في بعض الناس والله ما كملت سلامي ودش فيني سكين في حين ارتجي بطلع لا 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 والله اني طالع والله اني طالع اقسم بالله اني طالع حلف شيء لا يطلع ويرجع بطلع وبرجع لا تلمسني لا تلعب دور الحاضر الحين اقعد 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 ان شاء الله ما تطلع اقعد مكانك اجلنا يلا اقعد مكانك سعد الله يسعدك سعد ما احب تكرارك على راسي ما احبه اقعد دقيقه 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 دقيقة حنتك ما أحبها جايين الجماعة من هناك تستقبلهم في الكلام ذا يدخلوا يجلسوا يدخلوا تعلم يا أخي ذا يجلس وما قد يطالب طيب لا ترفع صوتك طيب وارجع. السلام عليكم يا رجال وعليكم السلام يا هلا ويا مسهلا ويا مرحبا حياكم الله جود حياكم الله يا أبو الجود الله يحييكم لما يصير مجلسك أبو الجود ركز على الجانب الجميع أبو الجود أبو الجود أبو الجود أحمد أبو الجود ركز على الجانب الإيجابي انظر للكأس الممتلئ شايل هم الفريق لا تغشمر بعد تغشمر خلك مال لا تغشمر مساكم الله بالخير شلونكم طيبين اعطونا قهوه وشاي خلونا شويه نخلص عندك سالفه عشان عندنا الحين بروفا يا اخي تمسح قبل صوت الصيديده قرب يا سعد خلينا انت انا سيدو الحطب بما انك نائب المنظم ابي افكاري تبارك وعليك ابو ادري ابو ادري الحين ادفيك تعال طول عمرك بما انك ولي بما انك ولي دقيقه 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 صوت اقعد الحين هنا زيلك تكت هلا خلها هو يجي صبر والله العظيم اني ثلجت عاد انا والله جيب فروتك وتعال كلها موي انا ليش بطانيتي ضيعك لي انا تقول مجلس الرياض ادري من اللي ما اخذها الله يسامحك زبد للرجال قدام الرياض جيت قسم بالله خبك ياخذوني انا هو ما لك شغل اوكي طيب لنا ناقصين 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 كومبارس في الكلاك تجي معنا مجلس من هذا مجلس الجميع صح لا مجلسك باسمك والله انت مره رجال الطيب قال اسم اسم عزيز على قلبي قلت المجتمع المنتجع للشباب تدري مجلس وشو شو قهوه اشتقت لها والله بعد قلبي بس مدام انا قلت لك الكلمه الطيبه لا تصف معي سعد 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 رجاء الضيوف موجودين أيوه؟ لك كل احترام وتقدير أيوه؟ لكن يصير للضيوف يزبدون راعين المحل سالني قال ايش صار معاك قلت له مالك شغل بس قاعد اساسور رجال انت سالته شيء يخصه تذكرتني فانا اتوقع انه من حقه يرد لا اي رد الصغير اللي يدخل مجلس الرجاليه تقول له راح جيب لي مويه يقول لك ما جايب لك انقله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني خلاص انا اوجه الكلام الاحمد معاذ الاماراتي مساء الكلام الاحمد يا سيد محمود الله يسعده والله مشارك حتى وهو خارج الله يرحمه قسم بالله والله جزاه الله خير اشوفكم الحين زعل والله انه كفو ما احب احد اي والله انه كفو عشان تسال احد يزعل معاذ لا احد يزعل معاذ شفت كم راس معاذ يعني تخيل يعني يا اخي بيني وبينك اي ريحه انت ما قصرت اليوم تبيها هيل لان ما في اشخاص ما شاء الله تبرع بك حيلان بيض الله وجهك خله هذاك اللي تبرع فيه انت ما يجينا الا ذاك اللي هنا عرفت الخيشه حقت هذا يا سبحان الله الليف عرفته القمر تشوفوه وين تشوفوني انا وين هناك تشوفوني نفكر ان القمر انتهى ركز معي ابو الجود ابو الجود انت مو اليوم
انت بعد يومين، بعد يومين ثلاث ايام انت يا عشان جمال صح؟ ايه يا اخي والله لا اكثر من يومين. ايش رايك بالله بالله؟ لا لا تبي لك خمس ايام اسود في جمال. ابدع سكرتير صح؟ مو بلون اسود. ليش 10 قم يختفي؟ لا بس مو لون ابيض. قمر 15 ابوي. اي باقي له اربع ايام خمس ايام. خمس ايام وتجي انت رمادي. قمر 15 عشان تبي تجي. يا ابوي انا قاعد امشي يا ابوي علي. صب الله عذورك والله الاحمر الاحمر ما اخذ منك حتى يا اخي. تلقاهم انت. يا الله. انت. مين طالع في جميل يا عبد قاعد بيقول هو بيقول ترى شراء والله شوف النقاش انت من خذيته من الغرفه دي بركات اني لبسته قلت الغنى من اه يعني صرت انا استفزك الان يعني هو بيستفز لا والله استفز بالعكس من طرف سعد انت تصب قهوه وش تسوي ما جرى ما يبغى له مزيح ذاك اللي يقول عنه سلمه يزعجهم لين ياخذونه قاعد احاول اتصيد هذه عشان ما تنكب كلها يا ابوك خلق الناس ترى مجهز والله معلوم وش عليك ترى مجهز الكلاك هذه انا مو من فيها سرور كذا اقول لك قهوه ربي خلق الناس ايش شباب اللي جاء من داخل فايز موجود شفت منصور ترى محمد مجهز لا تسال عن بعد الاسبوع الجاي عقدين انتم لا ما احنا الله يعزك بارك الرحمن ابيض الله يطول عمرك ان بعد اقول لكم شيء غريب ملك لكت اللي مسوي عبد الله مصدق ما جلس معه لا اكيد اجلس مع المخرج اجلسه غريبه قهوه يا استاذ سعد انا بقرا لها والله ما يردك ما انت برادني اصلا غصب عليك عارفك سم الله يجرب يرضك لو كسم الله يطول عشان اخر الطق هذه حلوه لا مو وقت الحين ربع شوي خلنا نسمع منهم اول انا وياك فين كذا ضرب صغير كذي ما يحتاج احنا مجهزين بس انتم جيتوا انا بس ابيكم تصفقون معي يعني تصفيق تصفيق نقول يلا نرفه عنك شوي يلا صوت الباب ورسك يلا نحاول نوسع صدرك اسمع اقول وين طلعنا انت تقولون حنا فرحانين يلا وان خلونا حنا فرحانين وان طلعنا حنا فرحانين وان طلعنا حنا فرحانين وان طلعنا حنا فرحانين حنا بس انت معهم صح انا بس اذا تحت اذا انا معك عشان نقهر بعض الاشجار نقهر بعض الاشجار لكن شو اسمه نبقى نحتاج كمبار سام يا اخي دخل انا في الكتاكت ذاك كلكت يلا الحين يلا انا كنا بنكمل في الكلكت الاول اسمع اسمع التسجيل سجل اي والله صالح يسال عن الكلكت اي صالح يلا يلا مشينا احنا طلع ايش قصدك؟ يلا يلا مشينا صالح لا تسألني بسؤال يعور قلبي اي والله سأل على كلكت فاصرة يا اخي لا تحاكيني صالح حتى يلا مشينا اهم شيء انا مصدق اني ابغى اجلس صالح يلا مشينا ابغى اجلس هنا بس خدعت كاسر تعال نصدق والله نحتاجك انت تساعدك اسالك بالله والله خذيناك تاخذ الجوله لحظه عطني ساعه ونص انتظرون عشان نبدا يا ساري يا ربي انا مستغرب انا استحيت والله استحيت والله سفير انت ما تحب سفير لا ابو خصم ولا شيء بس يلا توكل على الله لا بسألك سؤال صلوح صلوح حبيبي صوت هيا يلا انا شيء ما انا شيء والله لو انا يلا قاعد يلا صوت لا اسمع امشي امشي بعدين احنا نمشي واحنا نمشي يلا يا عيون خل الحين نروح امشي سعد امشي سعد ها اللي على العمر اللي ان شاء الله على فكره السفير واحد بعدين باقي فيه سفير ثاني وسفير ثالث اللي فهمت بعد ثلاثه في الاخير يروحون سوا لحظه الحين مره ثانيه بيسوون تصويت من ضمنهم معانا اللهم لك الحمد الجوهره الماسيه والسفير هذا الجنود المجند اللي وراه ما بقي والله يا ابو محمد الا انك ما شاء الله تدخل الجنه صالح القحطاني والله العظيم اني اعترف الدنيا بحصلتها والله اني اعترف ان صالح القحطاني منافس صعب اني لا دخلت انا مكانه يعني اخذ الاول وانا الثاني يعني صالح يعني نعم اخوي خذ الماسيه وانا اخذ الذهبيه اعرف مع من تتكلم وخذ السفير وانا الثاني قارن نفسك وانا والله العظيم كل ما دخلت مكانه اقول انك الاول فعلا صالح انا تمدحون شوي دقيقه لا ما اعطيك يا تاخذك يا ما اخذ يلا كمل المدح يا خلاص خلاص عاد خلاص صلح بس سؤالي حمود ايوه احسنك تبغى تمدح الله يهديك بقول لك صلح ما بمدحك اول شيء اذا اقول تبي امدحك اذا تروح تشتغل الله صالح تبي امدحك تبي محمد ما شاء الله اخذت السفير وبياض قلبك مثل بياض سروالك ما شاء الله والله انا ابيض اللهم لك الحمد كويس انه ابيض والله ما ابيض اسمع تعال وسخ تبي المدح كافي انك صالح القحطاني لا بقلبك يا اخي ما سالتك يا اسلم يا قلبي ابن الذين امنوا اسلم الاسبوع الجاي هم بعد بيختارون نفس السالفه والله اني ما ادري بس منصور يظن يعرف اكثر مني صالح نبي بروح عمره شلون صالح عمره سرور. انا مو هبط والله لا العمره نق يا اخي فلوس ممنوع تاخذ عمره ليه لانه ما في العقد صح لا
هم قالوا هم يودونك في الوقف هذه تروح عمره فيه. استاذ احمد تسمح لي؟ انا صدق لما اكون في السعوديه بس ابي اروح. والله تسمح لي اول شيء بعدين اروح اسرح وامرح في ارض الله. اسمح لي يا عمري العمره ليست كل اسبوع زياده هذا اول. اي نعم قلت حقه العقد العمره يختاروا في الشهر الاربع اسابيع افضل واحد واكثر واحد مميز في الاربع اسابيع ذي هو اللي يطلع الى مكه يومين ويعود. سؤال الحين ما شاء الله جمهور صالح مكتسح يعني ما يبي لك كلام وانا اغبطه بعد مره ثانيه. الغبطه هي ان تتمنى ما لدي صالح لديك اكثر كثر اللي ماخذ المنظم مرتين. ايش تغبط انت؟ انا غبطت يعني قاعد اغبط معك انت غابط. زين فالمره الثانيه اذا طلع جمهور صالح هو بيطلع ما شاء الله هل بيكون صالح معنا في الغداء ما بيكون؟ اي نعم ياخذها لو ثاني مره وثالث مره ورابع مره لانها معتمده على التصويت هي مثل المنظم صح؟ ها؟ مثل المنظم يعني نفس الدور. لا المنظم هو على نقاط طيب مثل على نقاط على نقاط اخذها مش مستبعد. اي ايه طيب ايش معنى انت الاسبوع الثاني خذيت الاسبوع الثالث خذيت؟ ايوه عادي لانك على نقاط لا المره تختلف ترى المره صالح دش معنا التصويت الثاني. اي لا المره ايضا تختلف صالح دش التصويت ليش؟ لانه ما كان فيه الا تصويت مع صالح ما طلع ولا مره تكلم يا ولد مع الوقف ما تحمل لانه 40% هم بيقيمون في لجنه و70% او 60 60% على ذبحني يا اخوك مقبل تعال تعال 70% 60% على تصويت ذولا فهمت علي؟ ايش تسوي انت؟ ماذا؟ اي ماي ولا جيب بش ماي قهوه اطلع بطانيه اقول لك القهوه هناك احمد احمد هنا عشان بنمشي ما في شاي هذا ماي حار ماي عندك الغوري بقوم عنكم انا مو بطول والله خلاص سامحني والله بمشي منصور قرب لنا قهوه خلينا نصب والله يا اخوي والله بمشي عندي بسلم اوراقكم طلبات لا 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 هات 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 منصور خله عندنا مو الطلبات هذه في المبادرات المبادرات ما سلمت لسه احمد احمد ما سلمت لسه ابي الجدول بسلم الجدول اوراق موجوده ابي اسجل مبادره اعطينا الجدول من العصر معبى عندك طاب اعوذ بالله عقوب انت فضيت انا عشان اعطيه وين منت كلف هذا الشغل طيب منصور منصور الو يا اخو يا اخو منصور 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 فنجالي منصور ماله منصور ورا ما صبيت لي ابو علي هذا في مجال انا صبيت لك فيه ابو علي هذا ابو الجود هذا الحين كل الصوت ذا تكلم منصور وهو هنا كلام دايم السني انا احس بنادي احد في الساحه كنت انادي عبد المجيد بس صار الموضوع منصور ايه ساعد انت لا بردان ويجي الحين والله يا جماعه ان سالفه المنظم اقسم بالله العظيم انها هم تسمع لي احمد والله هم